اكو حديث عن اشتنطين وانطيك بعنوان انه الشيعة ياخذون الحكم بالتحالف مع الاكراد. هذه هي الحقيقة اللي دا يغيبونها عن الناس، انه احنا نروح للاكراد لانه دا ينطونا الحكم. احنا هذا واضح، هذه الحقيقة ليست مغيبة يا دكتور صلاح، هذه انتم ونحن خذنا فيها وقدمناها بالعمق اكو اشياء اخرى، بالعمق اكو مصالح سياسيه مو مصالح شعبيه، اكو مصالح للاحزاب الحاكمه مو مصالح لا للشعب الكردي ولا للسنه ولا للشيعه ولا لكن الان السؤال في تحالفات، هي تحالفات طارئه، تحالفات مرحليه، تحالفات مصلحيه، طارئه مرحليه مصلحيه، هذا الوصف الأنسب والأفضل لهذه التحالفات التي تبنى. زين الآن السؤال الأهم يا دكتور صلاح العرباوي، بعد أن نجح الإطار التنسيقي في عدم مرور مشروع الأغلبية السياسية، وبعدما فشل في التوافق مع السيد مقتدى الصدر وبقي هو الذي يتصدر المشهد الشيعي، هل سيجد نفسه مضطرا على أن يقدم تنازلات لأطراف السيادة والبارتي من أجل أن يشكل حكومة تحت شعار وراي عار ومشمت؟ لا عاد إذا ما يقدم تنازلات شكل حكومة واحدة الإطار 100% راح يقدم تنازلات، تنازلات على مستوى الفرقاء سواء كان في إقليم كردستان أو في تحالف السيادة، وتنازلات داخلية. أصلا أكو حديث اليوم أنه تعالوا تجمعوا كل 6 نواب نعطيهم وزارة، التنازلات موجودة، هذا حديث إذا يريد يضموه على الشعب فهو هذا يطلع أول وتالي يطلع. إحنا نعرف الوزارات في 2018 شلون توزعت، والمقاعد شلون توزعت، واللجان شلون توزعت، والدرجات الخاصة شلون توزعت، توزعت بفلوس وبتوافقات هذا نفس العملية السياسية تعيد نفسها، لأنه الطبقة نفسها، المنظومة نفسها، فما يمكن أنه حقيقة تتوقع تغييرات جذرية في ظل طبقة نفسها، ما يمكن أن تتوقع حلول جديدة في ظل طبقة قديمة، مستحيل. يعني حدث العاقل بما لا يعقل أو بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. أكيد تنازلات، أكيد الإقليم عنده شروطه، غير حتى الوفد المفاوض مالته، خطوة ذكية. من كان التحالف تحالف إنقاذ وطن كان أكو وفد تفاوض، لأنه كانوا بعيدين من الإطار. البراغماتية اللي تحكم الأحزاب الكردية براغماتية جدا عالية، مجرد أنه تيار الصدر انسحب وما معتهم شيء أنه أنا أنسحب من العملية السياسية، هو عنده موجود أنه في العملية السياسية يجب أن أخذ استحقاق الكامل في بغداد من رئاسة الجمهورية إلى وزارات إلى موازنة الإقليم إلى الشروط الأخرى. فرأسا غير وفد التفاوضي، خلى أشخاص عندهم علاقات جيدة وقريبين حتى من الإطار أكثر من التيار الصدري. ليش؟ لأنه التيار الصدري أصبح خارج قبة البرلمان، فيروح يتفاهموا على شنو؟ ممكن يبنوا تفاهمات على مرحلة إدارة الصراع، كيف ممكن يعني يكونون مستفيدين من الصراع الموجود، أما توزيع المقاعد يكون يروح ويا الإطار، ولذلك طيب عملية دكتور. توزيع وتغانم وتحاصص متبادلة.